السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ. النهاردة معانا فيديو جديد عن إفرازات كريمية بيضاء، هل تدل على الحمل أم لا؟ إليكم توضيح عن الإفرازات المهبلية أثناء الحمل. تتغير الإفرازات المهبلية منذ أول يوم بعد انتهاء الدورة وحتى حدوث الحمل أو ما يسبق الحمل، وفقا لتغير نسبة الأستروجين والبروجسترون. فبوجه عام تتغير الإفرازات المهبلية من أول يوم بعد انتهاء الدورة الشهرية تقريبا من اليوم السادس حتى اليوم الثامن، لتكون بيضاء وسميكة وقابلة للتكتل، وذلك بسبب انخفاض هرمون الأستروجين. ومن اليوم التاسع حتى اليوم الثاني عشر ومع ارتفاع هرمون الأستروجين تكون الإفرازات كريمية، أي لونها لون الكريم. وفي فترة التبويض وبدءا من اليوم الثالث عشر وحتى اليوم الرابع عشر تكون الإفرازات المهبلية مثل زلال البيض، لزجة ومطاطية شفافة، وتكون ملتصقة في عنق الرحم لتساعد الحيوانات المنوية في رحلة الوصول إلى البويضة. وبعد انتهاء فترة التبويض يبدأ هرمون البروجسترون في الارتفاع، وتصبح الإفرازات سميكة وتقل تدريجيا حتى تزول الدورة الشهرية. أما إذا حدث الحمل تصبح الإفرازات المهبلية إفرازات طبيعية، يطلق عليها السر الأبيض لأنها تكون إفرازات بيضاء وحليبية مثل لون الحليب، وقد تكون تلك الإفرازات أحد علامات الحمل، وذلك إذا كانت ملحوظة وكمياتها كبيرة بسبب ارتفاع هرمون الأستروجين في بداية الحمل. الخلاصة أنه في الحمل تكون الإفرازات في البداية بيضاء اللون في العادة وعلى شكل كريمي وذات رائحة خفيفة، وهو أمر طبيعي. لذلك فيمكن اعتبار الإفرازات الكريمية البيضاء دليل على بداية الحمل، ولكن يجب العلم أنه لا يمكن الاعتماد على هذا العارض وحده لتأكيد وجود الحمل بنسبة 100%، فقد تكون هذه الإفرازات لها أسباب أخرى. ولذلك من المفضل الانتظار لفوات موعد الدورة الشهرية وإجراء اختبار الحمل للتأكد بنسبة أكبر. في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب، وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو. في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعمونا بلايك وكومنت وتشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا معنا في القناة، وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ.